الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عبد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 400 في شرح صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 48 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. باب: إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. يعني من علامة حب الله للعبد أن العباد يحبونه. تلاقي أن معظم الناس اللي تتعامل معها بتحبه، ومن علامة غضب الله على العبد تلاقي الناس مش راضية عنه. سبحان الله، يعني ربنا ايه؟ اذا قبل عبد يلقي القبول في قلوب العباد تجاه هذا العبد، واذا غضب على عبد يلقي ايه؟ الغضب في قلوب العباد فلا يرضوا عن هذا العبد. فالقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا للإمام مسلم في صحيحه الحديث 73 بعد 806 آلاف، قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. تكثر أعداؤه بقى، يكثر أعداؤه ويكثر كارهيه في الأرض. لكن سبحان الله، العبد الصالح حتى الكافر يبقى بيعاديه ويحبه ومحترمه. سبحان الله، حاجة غريبة. يعني تملي الأنبياء، حتى أعداء الأنبياء تلاقي هم عارفين جوه قررت نفسهم إنهم من الصالحين، لكن بيعدوهم تكبرا بس. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. وعن أبيه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، وقال قتيبة: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا أبثر عن العلاء بن المسيب حاء قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك وهو ابن أنس كلهم عن سهيل بهذا الإسناد، غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس؟ فقال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل. باب الأرواح جنود مجندة، يعني الأرواح بين بعضها تآلف وبين بعضها تنافر. سبحان الله، الأرواح جنود مجندة، وتملي ايه المثل المصري يقول لك ايه، الطيور على اشكالها تقع، الطيور على اشكالها، يعني الصالح ما يحبش الا يقعد مع الصالحين سبحان الله، والفاسد لا يروق له جلوسه الا مع الفاسدين، والا لو قعد مع الصالحين يبقى متضايق مش مبسوط، يقول لك ما وجدتش نفسي انا لما بقعد مع العالم الفاسده دي، يا سلام هي دي بقى القعده تبقى جميله. والصالح يجي يقعد عند الفاسدين ما يطقش، يسيبهم على طول ما يستحملش، ويروح يقعد مع الناس الصالحين. فسبحان الله، عشان كده يقول لك المصريين ايه، ما جمع الا لما وفق، يعني ما جمع الا لما وفق بين الارواح، كلما وفق بين الارواح يجمعها، وكلما نافر بين الارواح فرقها سبحانه وتعالى، لان الارواح تعارفت على فكره قبل عالم الاجساد. تعرفت الارواح ده ساعات الانسان يبقى روحه بتألف واحد من جيل تاني خالص، من جيل ابائه واجداده يمكن ما شافوش، ميت لكن بيحبه يا اخي سبحان الله. شوف احنا كلنا بنحب سيدنا ايه الحسين، وسيد ستنا زينب، وآل البيت، ودول كانوا في جيل غير جيلنا خالص، ده كانوا قبلنا بألف سنه بشويه واكتر، لكن بيحبوهم يا اخي. تعرفت الوفنا ارواحنا قبل اجسادنا، فعشان كده حبيناهم. تبص تلاقي الناس تحب الاولياء والصالحين حتى لو كان بينهم قرون، ميتين بقى لهم قرون، والناس تحبهم وتودهم وتسافر وتروح لهم اخر الدنيا، ويمكن جاره قريبه جنبه ما يفكرش حتى يخبط على شقته، ويتكلف سفر ويسافر لاخر الدنيا عشان يروح يزور احد الصالحين. يقول لك طب وليه بتزور؟ يقول له اصل بحبه. طب انت شفته؟ هو ما شافوش بعينه، شافه بعين بصيرته، بعين روحه، فهمت بقى؟ فأحبه. فسبحان الله، عالم الأرواح ده عالم عجيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأرواح الطاهرين الصالحين. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في عالم الأرواح ائتلف في عالم الأجساد. فما تعارف منها ائتلف، يعني ما تعارف منها في عالم الأرواح ائتلف في عالم الأشباح، وما تناكر منها أي في عالم الأرواح اختلف في عالم الأشباح. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. يعني لو واحد كان كافر لكنه صادق الكلمة، أمين في تعامله، يحب الخير للناس، ينفع الناس، ده لما يسلم ويفقه الدين يبقى برضه من الخيار. ليه؟ لأنه عنده من الخصائص المفطور عليها التي يحبها الله. واحد خبيث الطبع، لئيم الطبع في الجاهلية، ساعة ما يسلم يدخل الإسلام بخبث طبع ولقمة طبع، يبقى مسلم عاصي، محتاج لسه يتربى بقى. انما في ناس يا اخي سبحان الله في الجاهليه ناس كمل، اول ما يسلم تلاقيه دخل في الاسلام باولي على طول، هو جاهز مجرد يدخل في الاسلام كده باولي كبير، لان هو اصلا بدايته كامل. فاهم؟ الناس معادن كمعادن الفضه والذهب، خيارهم في الجاهليه، يعني من فطر على فطره سليمه في الجاهليه قبل الاسلام، خيارهم في الاسلام إذا فقه، يعني تعلموا الدين، حيث أنهم يحولون هذه الخصال المفطورين عليها الحميدة إلى وجه الله وإلى الآخرة
وليس الى اصلاح دنياهم فقط. الفقه يخليهم كده، يرزقهم النية في العمل. يعني هو كان بيعمل الخير للناس عشان بيحب الخير للناس، يوم بعد كده اما يسلم يوم يحسن للناس من اجل خالقهم، لا من اجل الناس فقط بل من اجل خالقهم، فيرزق النية الطيبة. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. باب المرء مع من أحب. وعشان كده بقى الحب عبادة لا تعترف بالمكان ولا بالزمان. يعني ممكن تحب واحد بعيد عنك في المكان وبعيد عنك في الزمان، سبحان الله، وربنا يقربك ليه. فالحب لا يعترف بزمان ولا بمكان، ما يعترفش بقيود. احنا كلنا بنحب النبي، والنبي في زمان غير زماننا خالص، مش كده برضو؟ والنبي كان موجود في بلد غير بلدنا خالص، بعيد عن بلدنا. ويمكن بعضكم النبي بيتكلم العربية وبعضكم ما يتكلمش العربية، لكن بيحب النبي، يعني حتى ما فيش يعني ايه تآلف في اللغة، رغم كده بيحب النبي ويحب آل بيته. فسبحان الخالق الذي جعل الحب عبادة كبيرة من العبادات اللي هي أقوى من الأعمال، لأن الحب عمل قلبي، وأعمال القلوب الذرة منها تزن جبال من أعمال الجوارح، أعمال القلوب. يعني لو واحد عنده ذرة توكل على الله تجبر كسر كثير من أعمال الجوارح، عنده ذرة ثقة بالله، ودي عمل قلبي، ثقة بالله، توكل على الله، التفويض، الرضا بما قسمه الله، القناعة بما قسمه الله له، عدم الحسد، حب الخير، كل دي عبادات قلبية غير ظاهرة، تجعل أبسط عمل يعملها في الظاهر أكثر قبولا من كثير العمل في الظاهر وقلبه خربان من هذه المعاني. فعشان كده اهتم الصوفية بأعمال القلوب أيام اهتمام. لماذا؟ لأن أعمال القلوب حجة لك وأعمال الجوارح حجة عليك. يعني الصلاة دي مش عمل جوارح؟ لو قلبك مش سليم تيجي الصلاة تشهد عليك، تشهد عليك ما تشهدش لك. القرآن ده مش بتقرأ لو ما بتعملش بيه يجي يوم القيامة يشهد عليك، يبقى ضدك. لكن شوف الثقة بالله، اليقين في الله، الحب في الله، يجي يشهد لك. فأعمال القلوب تشهد لك وأعمال الجوارح تشهد عليك. فعشان كده بيقول ايه؟ المرء مع من احب. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال انت مع من احبب. هذا الاعرابي كان فقيه، فقيه كبير، كان صوفي، لأنه عرف يجاوب الإجابة السليمة. بيقول له ما أعددت لها؟ قال له والله ما أعددت كثير صيام ولا عبادة في الظاهر، لكن أنا بحب الصالحين. فهمت إزاي؟ بحب الله ورسوله، أحب إن أنا أكون صالح، وكل ما عملت حاجة أحب إن أنا أكون أحسن من كده، يعني كمان نفسه بتلومه. فهمت إزاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت مع من أحببت. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا، ما قالش عمل كبير، يعني ما قالش أعددت لها مثلا بناء المساجد وحجيت 50 حجة وربيت 100 يتيم وبصلي كل يوم 100 ركعة، ما قالش كلام، ما قالش حاجة خالص، وبختم القرآن كل 3 أيام وبصوم كل يوم، ما قالش الحاجات دي خالص. فهمت دي يعني؟ فلم يذكر كبيرا، قال ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا
وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي، يعني مش معتمد على عمله. يبقى هذا الأعرابي كان لا يعتمد على عمله، يعني يعمل العمل ونسيه لأنه بيعمله لله مش بيعمله هو معتمد عليه ومعجب به، لأن الإعجاب بالعمل والاعتماد على العمل يحبط العمل. فهمت؟ عشان كده الأعرابي اللي أنا بقولك كان صوفي، لأن الصوفية عندهم الاعتماد على العمل من الكبائر، من كبائر أعمال القلوب إنك تعمل عمل وتعتمد عليه. يجي ربك يسألك أنت هتدخل الجنة بإيه يا عبدي؟ تقوم تقول له ده أنا حجيت حجة مش أحسن منها، وبقرأ القرآن ما غلطش، وما فاتنيش ليلة إلا وصليت بيها بالليل، وبقالي 50 سنة ما يفوتنيش تكبيرة الإحرام. ده أنت جاي بقى بالغلطة بقى، جاي بقى إيه بتتكبر بعملك فاكره كله. فهمت إزاي؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له خلاص نشوف ثواب عملك ده مقابل النعم اللي اديتها لك، ما انا اللي قوتك على هذه الاعمال. فهمت ازاي؟ طب نحط النعم قدام ثواب اعمالك دي كلها، فيقوم يحط له نعمه البصر بس يلاقي اعماله كلها طاشت، يحط له نعمه السمع بس اعماله كلها طاشت. طب لو جمع له كل النعم هيروح في 60 داهيه مش هيلاقي حاجه. عشان كده لما تيجي تواجه ربك تواجهه بالرحمه، تقول جئتك مضطرا لا املك الا حبي لله ورسوله، بس هو ده اللي انا املكه. ساعتها ربنا يتغمدك في رحمته. عشان كده الاعرابي ده كان راجل مسلم وكان راجل فقيه، وكان فقيه منين؟ من اجابته. اجابته تدل على انه كان فقيه وفاهم، لان لو واحد فينا يمكن اتسال السؤال ده كان النبي سالنا ما كناش عرفنا نجاوب الاجابه بتاعته. صح؟ يعني لو النبي سألك فجأك انت بتقول للنبي السؤال ده متى الساعة يا رسول الله، فيقوم النبي يسألك ما أعددت لها، كنت انت تقعد تفكر انا حفظت القرآن كله يا رسول الله ومعايا ليسانس الشريعة من الأزهر وبلبس عمامة وعندي سبحة، تقعد بقى تعديه له بقى. لكن شفت الأعرابي ده كان أفقه مننا جميعا، لم ينظر لعملي ولم يتذكر خالص اي حاجه عملها، كل تذكره انه بيحب الله ورسوله بس. انا ما عملتش حاجه، مستقل عمله، يعني مستقل عمله بجانب الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهمت بقى؟ عشان كده بقول لك هذا الاعرابي كان فقيها وقلبه سليم، وكان مزكي نفسه، وكان عالما، وكان يعني موفقا رضي الله عنه وارضاه، بالرغم اننا ما نعرفش اسمه. سبحان الله، ما نعرفش اسمه، لكن ده عالم الاعلام، لانه اجابه يعني يعجز عنها ملايين البشر. وعن ابي قال حدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ قال وما اعددت للساعه؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن مع أنس بن مالك نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وجميع الأنبياء والمرسلين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم في مستقر رحمته. وعن أبي قال حدثناه محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أنس فأنا أحب وما بعده. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعف قال حدثنا أنس بن مالك قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد
سدت المسجد الحتة المثقفة من المسجد، لأن مسجد النبي كان ليه جزء مثقف كده يسموه سدة المسجد مظلل، وجزء تاني سماوي. فهمت ازاي؟ فقابله واحد عند ايه؟ سدة المسجد، يعني المكان المظلل اللي في المسجد. وكانوا بيعملوا ايه؟ يجي لك عند باب المسجد، لان تملي عند الخروج من المسجد الناس تتراكم، يقوموا يظللوا جزء ويسيبوا بعد كده جزء سماوي، يجوا في الحته مقدم قرب القبله ايه؟ يظللوا جزء تاني. فيبقى سدة المسجد الظله التي عند باب المسجد. جزء مظلل عند باب المسجد، ادي معنى سدة المسجد. فقال يا رسول الله متى الساعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها؟ قال فكأن الرجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم على فكره رد للسؤال المنضبط، متى الساعه؟ موعد الساعه لا يعلمه الا الله، لكن انت متيقن ان في ساعه في قيام، خلاص طب استعد بقى اعمل لها، هو ده اللي في ايدك، لان انت لما تعرف ميعادها مش هتستفيد كتير، لكن انت استفيد بانك تستعد لها. فالنبي رد للسؤال الاحسن. فهمت ازاي؟ يعني بدل ما تيجي تسالني متى الساعه، طب انت استعد ليها. فهمت ازاي؟ استعد ليها احسن. يعني هتستفيد ايه ان الساعه القيامه هتقوم دلوقتي وانت ما استعدتش ليها؟ هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هتقعد تندم. فهمت بقى؟ ممكن الواحد يموت في اي لحظه، ما هو الواحد مجرد ما مات قامت قيامته. مش كده برضه؟ فالنبي كان يصحح للناس اسئلتهم. السؤال اللي ايه؟ اللي مش هينبني عليه عمل، النبي يروح رده للسؤال المناسب. صلى الله عليه وسلم. وده من فقه الدعوة القائمين على التصدر للناس، لابد ان يفهم هذه الخاصية النبوية الشريفة في دعوة الناس. لما يجي واحد يسألك سؤال ملوش لازمة، صلح له السؤال، خليه ليه لازمة. فاهم؟ مش تقول له ده ملوش لازمة وتبهدله وتزعق له، لا، انت تصححه له وتجاوب له على الصح. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها؟ قال فكأن الرجل استكان. قاعد يفكر بقى، فوجئ، اتسأل، لا انا هو رايح يسأل، لا نفسه هو اللي بيتسأل. استكان ثم قال يا رسول الله ما اعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني احب الله ورسوله. قال فأنت مع من احببت. وعن ابي قال حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا حاء قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ يعني أحب قوم وما ولم يلحق بهم، يعني إيه؟ يعني لم يقابلهم أو لم يستطع أن يعمل عملهم أو لم يستطع أن يكون على مستواهم في الإيمان وعلى مستواهم في العلم والذكر والعبادة والهمة والنشاط. يعني معنى لما يلحق بهم، إما لما يلحق بهم زمانا فما شافهمش في نفس الزمان، أو لما يلحق بهم مقاما ورتبة، فهم؟ يعمل إيه؟ أحب قوما ولما يلحق بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر. محمد بن جعفر ده اللي هو اسمه غندر. كلاهما عن شعبة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا سليمان بن قرم جميعا عن سليمان عن أبي وائل. سليمان اللي هو مين؟ سليمان بن مهران اللي هو الأعمش في الرواية اللي فوق، هو نفسه. فهمت؟ الأعمش في الرواية اللي فوق هو سليمان ده.
اللي هو سليمان بن مهران اللي بيروي عن وائل، عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد عن الاعمش، الاعمش اللي هو ايه؟ اهو اللي هو سليمان بن مهران، عن شقيق عن ابي موسى رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث جرير عن الاعمش. باب اذا اثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. يعني لما ربنا يسوق الناس يثنون عليك ويستر عيوبك عنهم، وانت عارف عيوبك اللي تسد عين الشمس، لكن تلاقي الناس ما شاء الله قاعده تثني عليك ومش شايفه فيك عيوب، تقوم دي عاجل بشرى للمؤمن ان ربنا سترك في الدنيا، يبقى ان شاء الله يسترك في الاخره، تقوم تفرح. فهمت ازاي؟ طالما ربنا ساتر عيوبك في الدنيا والناس مش شايفك الا فيك مزايا، دي عاجل بشرى للمسلم انه كما سترك في الاولى يسترك في الاخره، لان كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين، كما تعامل معك في الدنيا بالستر يتعامل معك في الاخره بالستر. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع وابو كامل فضيل بن حسين واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا حماد بن زيد عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وعن ابي قال طالما بيعمل الخير لله مش عشان ايه ياخد حمد الناس، هو بيعمل خير لله ففوجئ ان الناس بتثني عليه. فهمت ازاي؟ يبقى دي عاجل بشرى المؤمن. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد حا قال وحدثنا اسحاق وقال اخبرنا النضر كلهم عن شعبه عن ابي عمران الجوني باسناد حماد بن زيد بمثل حديثه، غير ان في حديثهم عن شعبه غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه، وفي حديث عبد الصمد ويحمده الناس كما قال حماد. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا من أول كتاب القدر وفيه ثمانية أبواب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.